مرحبا مشاهدينا ومتابعينا بحلقة جديدة من برنامجكم إن موضة، وياكم هالأسبوع رح نكون بتفاصيل منوعة وبنفس الوقت أخبار جديدة وضيوف غير شكل. فهسا خلونا نروح ونشوف آخر أخبار وصيحات الموضة لهذا الأسبوع مع بعض. أوقف مصمم الأزياء جورجو أرماني الموسيقى لتقديم عرض صامت في ميلانو تعبيراً عن احترامه لمعاناة الأشخاص المحاصرين في الصراع الأوكراني الروسي. سارت عارضات الأزياء على منصة العرض في هدوء وسط تصفيق الجمهور ومرتديات سترات قصيرة بألوان الباستيل وفساتين سوداء فضية لامعة. قال أرماني في تغريدة: قراري بعدم استخدام الموسيقى كان دليل احترام تجاه الأشخاص المحاصرين في الأزمة الجارية في أوكرانيا. كشف المصمم رامي العلي عن تشكيلته الجديدة لموسم خريف وشتاء 2022 اللي تستمد إلهامها من جمال أفق المدينة عند الغروب، وتتألق التصاميم اللي يبلغ عددها 27 قطعة بعناصر أساسية مستوحاة من جمال الطبيعة وتميز الليل لتجسد الانسجام والتناغم بين الشكل واللون. أعادت مجموعة أوف وايت لخريف وشتاء 2022 كواحدة من آخر مجموعات الراحل فيرجيل أبلوا، حيث تألق المصمم كما لو كان حياً حتى بعد وفاته من خلال مجموعة من التصاميم اللي كانت قد صممها قبل وفاته وصمم على تنفيذها الفريق الإبداعي اللي كان يعمل مع طول الوقت. في أزياء أبلوا النموذجية كانت القطع مثل السترات المنفوخة والقلنسوة والبدلات جنب الإناء جنب مع السترات والتول مرة أخرى. مشت عارضات الأزياء اليوم مثل بيلا حديد وجيجي حديد وكيندل جينر وكايا جربر وكارلي كلوس، وانضم إليها أسماء عريقة مثل سيندي كروفورد ونعومي كامبل وهيلينا كريستين. من آخر أخبار الموضة إلى أشهر وأهم الماركات العالمية المختصة بالملابس الفاخرة والإكسسوارات والعطور والأدوات المنزلية، تعتبر من ضمن الشركة التابعة واللي تسمى بشركة بولورا فلورن واللي تأسست عام 1967 بسبب الاسم التجاري الأشهر مع شعار العلامة والخطوط الإنتاج. رح نتعرفها مع بعض بيو أس بولو، فخلونا نتابع هذا التقرير مع بعض. خط إنتاج راقي جداً، يو اس بولو، العلامة اللي مقرها في الولايات المتحدة واللي ابتكرها رالف لورين. بداية رالف كانت بربطات العنق، وفي عمر 28 عام أقنع شركائه ببدء بمجال الخاص حسب اهتماماته بالرياضة. حصل لورين على أول مجموعة كاملة من الملابس الرجالية على اسم بولو في عام 1968. أما الشعار الشهير للاعب البولو ابتكره محترف التنس رينيه لاكوست في عام 1977، ولأن لعبة البولو كانت مخصصة للملوك وكانت لعبة عالمية مشهورة بذاك الوقت. في عام 1974 قام رولف لورين بتجهيز طاقم التمثيل الرجالي لفيلم The Great Gatsby أو غاتسبي العظيم بالملابس المختارة من مجموعة بولو الخاصة به. تميز الفيلم بسلسلة من البدلات وسترات صوفية للرجال على طراز عشرينيات القرن الماضي، باستثناء البدلة الوردية التي صممها لورين خصيصاً لجاي غاتسبي في عام 1977. ارتدت ديان كيتون ودوي آلين ملابس لورين في فيلم آني هول الحائز على جائزة الأوسكار. أصبح خط تصنيع للملابس الرجالية والنسائية، وكانت تتميز تصاميمها ما بين الطابع البريطاني والأمريكي الكلاسيكي، ونجح لورين في بيع منتجاته وأصبح لديه زبائن كثيرة تتهافت على منتجاته من كل بقاع العالم. أما هسا فوصلنا لفقرة الفاشن ديزاينر. نحن دائماً حريصين أنه ننقل صورة جميلة عن الديزاينرية بالعراق اللي يختصون بالملابس وبنفس الوقت بالإكسسوارات وأيضاً تصنيع الجلود والأحذية والحقائب. فخلونا نشوف هالمرة ضيفنا اللي كان غير شكل ويا تفاصيله المميزة. خلونا نتابع مع بعض حتى عن الشيب اللي ممكن يرهم لها، فخلينا نشوف شوية أشياء. شرفتينا. تمام، thank you. جداً سعيدة بلقائك أستاذ عصام ميثم مصمم الأزياء
حابة كلش نسولف، أنا أعرف عندك فساتين السهرة والمناسبات، بس اليوم حابة نركز على فستان العروسة وخصوصي عروسة 2022. فبداية خلينا نشوف، طبعا أنت حضرت لنا شيبات مختلفة ديزاينات مختلفة، هاي عروسة 2022؟ مضبوط. طبعا حلو. هنا البدلات الزفاف صراحة تتقسم إلى أكثر من نوع، النوع راح يكون الهيلن والباف والدبل باف والنحسين الباربي أو الموديلات الساك الحورية. الحورية طبعا راح يتقسم هو حسب جسم البنت وطول البنت، أكو كل ديزاين راح يكون هذا الشيء لائق لها. ساعدنا هاي البدلة مثلا الموديلات الملكية راح تكون مميزة بشغلها، مميزة تفاصيلها وعملها. الفضل لله احنا تميزنا بهواية قطع من ناحية القماش بالدرجة الأولى والفصاد. طيب أنا أعرف الإكسسوارات اللي تلبق ويا الفساتين هواية، بس أهمها هو التاج. شفت أنت عندك كوليكشن حلو من التيجان اللي ممكن ترهم ويا الفستان، فتعرف أكو فساتين ممكن هي تكون مثل ما قلت أنت الرويال الضخمة، أكيد ما يرهم عليها تاج يكون مضبوط. ضخم. أول شيء بداية 2022 التيجان تحددت ولا عادي إن جميلة للتاج ما بي مشكلة؟ لا يعني اتطورت. ممكن تلبس أي تاج؟ لا لا مو حابتة. أي تاج. أولاً التاج راح يكون يترهم ويا نوع البدلة، الأحجام تكون مختلفة حسب طول البنت وطول العريس. أحياناً يكون البنت والعريس يكون طولهم متقارب. متقاربين. إحنا ما نحاول نعطيها تاج أعلى. يكون أعلى. يضخمها. طيب هاي تفاصيل طبعاً هي هواية بين التيجان والهاي. يعني حابة نسولف على الفستان اللي بالملكان وبنفس الوقت الشغل اللي يبي. تمام. طبعاً أنا هذا الفستان ليش ركزت عليه؟ لأنه هو جذبني إنه هو الرويال شيب. رويال شيب طبعا هو دارج بكل وقت وما إلى اي سنه، صح ولا لا؟ كل السنوات إلى مباحه، فحابه نسولف بي الكل بنوته مهتمه انه هي تلبس هيك فستان او حتى مو شرط الا الديزاين، بس اهم شيء الشيب مالته. فسولف لي عنه وعن الشغل مالته وبنفس الوقت ليش مختاري له هاي الطرحه الطويله والكبيره. الفساتين تتميز بالاقمشه صراحه، كل فستان القماش الخاص. القماش طبعا هذا القماش كله راح يجي مشغول هاند ميد، شغل يدوي. طبعا هي مختلف الموديلات، اكيد الموديلات مختلف الشك والموديلات والشك ومختلف الشغل. القماش هذا كله هاند ميد شغل يدوي. طيب احنا نروح شويه نسولف نقعد ندردش عن اكثر عن رغبه البنوته بفستانها اكثر شغل. ما طرحنا هسه سولفنا عن الشيب، خلينا نشوف شنو ممكن نستفاد منك والبنوته دشها ان شاء الله. حاضر. يلا أني حابة هسه سولفنا إحنا عن الشيب والفستان والشغل مع الفساتين، بس بنفس الوقت أريد أعرف إنه الزبائن هنا أكثر شيء أو البنوتات العروسات لما يجون شنو يطلبون، وبنفس الوقت تعرف أكو ديزاينات ممكن هي جاية ببالها معين بس لاقت فستان وتريد تسوي عليه بعض التفاصيل أو التعديلات. التعديل. فأول شيء شنو يطلبون وبنفس الوقت إذا يقدرون يغيرون. الصراحة هي تعرفين كإحنا بلد شرقي يعني الأغلبية هي صراحة يطلبون بدلة، محاول قدر إن كانت تكون شوية متسترة أكثر. نعم. أحيانا تيجي بدلات هي مثلا إنه موديلها هي بلا ردن. أوكي. إحنا ممكن إنه نضيف لها. كلش مهم إنه اليوم إحنا نعرف شنو يلوق لنا وشنو يرهم أكيد علينا. أكيد. بس بنفس الوقت أكيد ما نستغني عن إنه أنت ممكن تساعدهم وتقول إنه تخليهم مثلاً بصورة حلوة إنه باختيار فستانهم، لأن أكيد يوم أكيد مميز. أكيد هذا يكون يوم مميز. إحنا أكيد. نحاول نساعدها بالموديل اللي حلو. مطروح حالياً الجديد. حبيت. والقماش الجديد والطرحة الجديدة والفصال الجديد. حلو. ويبقى هذا كرأي أنا راح أساعد به الخواتنا العرايس، يبقى بس هي هم رأيها. أكيد طبعاً يعني. طبعاً جداً أشكرك على استضافتك كأن اليوم وبنفس الوقت على التفاصيل اللي أخذناها منك بخصوص فساتين الأعراس. يعني شكراً على الضيافة. المصمم عصام ميثم، جدا استفاديت أنا شخصيا منه، إن شاء الله تكونون أنتم استفاديتوا، وبنفس الوقت أكيد ويا الموضة التغطيات كلش مميزة حتكون. أما هسه فوصلنا لفقرة مود بوتيك اللي دائما نحرص أنه
نناقش بها تفاصيل هواية تهم الأوتفيت والإكسسوارات وبنفس الوقت الأحذية والجنط. فخلونا نروح لمود بوتيك ونشوف هناك شنو حضرنا لكم من تفاصيل تهمكم. ويا الموضة دائما الستايل غير شكل، كل أسبوع راح ناخذكم تفاصيل دقيقة وتهمكم وتهمنا بعالم الموضة. أكيد هالمرة راح نحكي عن الأوفر سايز جاكيت. الأوفر سايز جاكيت وهواية بنات يتخوفون من هذا النوع من الجاكيتات. سابقا أنا شخصيا كنت أتخوف من هذا الستايل ودائما أقول ما يرهم لي وهاي التفاصيل وأتردد بأنه أنا يكون عندي هذا الجاكيت. بصراحة وصلت القناعة أنه الأوفر سايز جاكيت يرهم إلى كل بنية، يرهم إلى كل جسم، ممتلئ غير ممتلئ، طويل قصير، المهم أنت تعرفين شلون تعتمدي ويا شنو وش وقت. كل هاي التفاصيل راح نشوفها اليوم وراح نناقشها وبنفس الوقت راح نتعرف عليها. لهالسبب حضرنا لكم جاكيتات أوفر سايز حتى نشوف شلون تلبس ويا شنو، وبنفس الوقت هي ترند الهاي الصيفية. الأوفر سايز جاكيت ترند ويا المشاهير ويا هواية ناس اعتمدوها هاي الموضة، وبنفس الوقت اعتمدوا انه هم يتابعوها ويستمرون بها بالأشياء المريحة، يعني قدرين تلبسيها كل يوم وبنفس الوقت على طريقة الكاجول وبنفس الوقت على طريقة رايحة للشغل، رايحة البيت جوارينكم، رايحة للمول، قدرين تلبسين أوفر سايز جاكيت. لهالسبب راح نروح اليوم بجولة جديدة تمام عن الأوفر سايز جاكيت، راح نحكي عنها عن تفاصيلها شلون نعتمدها. لهالسبب حضرتكم مختلف الديزاينات عن الأوفر سايز جاكيت. حضرنا من الجينز اللي هو كلش ترند كل سنة كل سنة كل سنة، ولا سنة ما نزل الأوفر سايز جاكيت بالجينز وما تميز انه هو يكون احد صيحات الموضة. بس عادة لما نريد نعتمد الجاكيت الجينز ويا الديزاين الفلوي والأوفر سايز اكيد راح اني اعتمده بطريقة انه اخلي عليه احزام. حتى اذا ما خليت عليه احزام راح اتركه مفتوح، بس اهم شيء اعتمد تحته اوكي توب، بنفس الوقت الشورت كارديجان الرسمية، الجاكيت الرسمية الكلاسيك أيضا تجي عبارة عن أوفر سايز جاكيت، همين نقدر نعتمدها بهواية تفاصيل. لهالسبب أنا محضرت لكم وياها أحزام ممكن نربط بيها للجاكيت، وبعدين رح أشوفكم شلون رح نلبسها وشلون رح نعتمدها. وبنفس الوقت بعض الجواكيت أوكي مثل هذه اللي سبور شيك نقدر نعتمدها ويا فساتين بنسل. هاي الأمور كلها مهمة، كلها مطلوبة بخزانة كل بنية. ليش؟ لأنه هاي الديزاينات ترهم الكل الأجسام. لا تتخوفين أنه أنت تكونين بهاي الموضة. ليش؟ لأنه هاي موضة راح تكون كل سنة موجودة، بس هالسنة أكيد غير، هالسنة كلش ترند، وبنفس الوقت راح تكون كلش عملية وهواية تفاصيل من ناحية السفر، من ناحية الشوبينج، من ناحية العمل. هاي كلها أمور جيدة ولازم نعتمدها. لهالسبب أني راح أشوفكم شلون ممكن نلبس أكثر من جاكيت مختلفة أوكي بطريقة مريحة أوكي، بس أهم شيء نعتمد تحتها أشياء تايت على الجسم أوكي، يعني الفستان البنسل هو كلش ترند ويا الأوفر سايز جاكيت. ايضا التوبات السترابلس يعني اللي ممكن نلبسها ويا الجينز وهي التفاصيل ايضا ممكن نعتمدها ويا الاوفر سايز جاكيت. لهالسبب بنوتات اكيد يعني كل مره لازم احضر لكم اشياء تفيدكم تفيدنا، وبنفس الوقت اقول لكم لازم نستفاد منها. لهالسبب راح نشوف هوايه تفاصيل حلوه، بس خلونا نقيسها ونلبسها ونجربها أنا وياكم سوية تمام. طبعا الأوفر سايز جاكيت مثل ما قلت هي ترند، بس أنتي لازم تعرفين شو وقت تختاريها وشو وقت تلبسيها، وأكيد رح نتعلم هاي التفاصيل سوية من رح نلبسها هسه تمام. وصلنا لفقرة النصائح السريعة بإن موضة. هالمرة حابين نركز على الإكسسوارات، ألوانها، حمايتها من الأشياء اللي ممكن تصدي منها، وبنفس الوقت
الألوان اللي ترهم على بشرتنا. خلينا نبتدي بأنه الإكسسوارات عموماً تتقسم إلى 3 ألوان، منها اللون السيلفر وبنفس الوقت الجولد والروز جولد. أما من ناحية أنه شلون ممكن نحافظ على الإكسسوارات وألوانها واللمعة مالتها، فخلونا نبتعد كلياً عن الكحول أو العطور وبنفس الوقت المعطرات اللي ممكن إحنا نستخدمها لما نكون مرتدين الإكسسوارات. يعني حطوا العطر بعدين لبسوا الإكسسوارات مالتكم في حال إن كانت إنه هي مو سيلفر، يعني مو معدن السيلفر ولا معدن الذهب. أما من ناحية إنه شون ممكن نختار الألوان الصحيحة اللي ترهم على لون بشرتنا من ناحية الإكسسوارات، خلينا نبتدي بالبشرة البيضاء جدا أو البشرة اللي هي المائلة إلى الصفار. أنا أفضل كليا وهي النظرة الصحيحة أنه هي تبتعد عن الألوان الذهب الفاقع أو اللي يكون كلش sparkling، اللي هو 21 قيراط 21 أو 24. هذا اللون رح ينطي بهتان أكسترا على لون التون مال البشرة مالتكم. أفضل أنه هي تستخدم الدايموند أو السيلفر أو الروز جولد، رح يطلع ويا لون بشرتها أحلى، أو حتى الممكن الذهب القيرات الـ 18 أو الـ 14 أيضا رح يكون مناسب لبشرتها. أما البشرة السمراء فبالعموم كل ألوان الإكسسوارات ترهم عليها، يعني الروز جولد والسيلفر والجولد كلها ملائمة إلى بشرتها، بس أهم شيء تعرفين تختارين ألوان القطع من الملابس اللي ترهم وياها. أما البشرة الحنطية هنا خلونا ننتبه على أنه هي ترهم عليها الجولد والسيلفر بالعموم، يعني لون الروز الجولد شوية رح يبهت من بشرتها، لأنه البشرة الحنطية شوية محايدة عن الجولد والسيلفر حتى ما تنطيها طابع شعبي. هاي التفاصيل كلش مهمة أنه إحنا ننتبه على ألوان الإكسسوارات وبنفس الوقت شلون نحافظ عليها وشلون نختارها إلى بشرتنا. أما من ناحية السكين تون وشنو ممكن الأشياء اللي ترهم عليها الألوان السيلفر والجولد والروز جولد، فهاي تفاصيل كلش مهمة أنه ننتبه منها. البشرة البيضاء الوردية شنو ممكن ترهم لها؟ ترهم لها تقريبا كل الاكسسوارات، ألوان الاكسسوارات وخصوصي الجولد. يعني الجولد كلش حلو ينضاف إلى بشرتها، ليش؟ إنه ينطيها طابع كلاسي وبنفس الوقت رح يتدرج لون بشرتها ويا السيلفر أو الذهب الأبيض. تفاصيل كلش حلوة تضيف. التفاصيل والنصائح بخصوص الإكسسوارات ما تخلص أبداً، إش قد نسلط الضوء عليها ونسولف بيها ما راح تنتهي أبداً. أما هسا فوصلنا لفقرة البيوتي اللي دائماً نحرص أنه نقدم لكم أشياء تهم بشرتنا وشعرنا وبنفس الوقت الميكب مالتنا، فخلونا نروح نشوف شنو حضرنا لكم بهاي الحلقة. دائماً ويا الموضة التفاصيل غير شكل، هالمرة حبينا نزور جهاد خبير مصفف الشعر ونسولف وياه ونتعرف عليه بتفاصيل مهمة تخص العروسات الجميلات. مرحبا جهاد، شلونك؟ شلون الصحة؟ يا أهلاً، تشرفني بكم. ماشي الحال؟ طبعاً كلش سعيدة بلقائك أولاً، وبنفس الوقت كلش حابة نستفاد من معلوماتك وتفاصيل تهم عروسة 2022. فبداية أول شيء كلش حلوة التسريحة، I love it، يعني جدولة أول شيء. شنو طفير الضفاير مدخلها ويا فتشي بسيط سامبل، وبنفس الوقت حبيت إن هو ما كله extension ولا أكو بف ولا أي شيء، فهيك نوع من التسريحات البنات يحبوها. أول شيء مرحبا بكم. أهلا وسهلا بك. إحنا سنة 22 الناس برأيي حاليا تحب الموديل يكون كلش نازك. حلو، بس عادة فكرة العروس بالعموم إنه تحب مثلا نقول أشياءات خلينا نقول أكثر من اللازم، كبيرة وضخمة أو الشعر طويل، بس هو هذا مو شرط. والدليل حضرتك أنت يوم كل شيء ما مسويه تمام قدام الشاشة. صحيح، فالشيء كلش حلو. الفوليوم مو بكل حالاته حلو. صحيح، مو بكل حالاته، وأنا أقول برأيي انتهى انقرض هذا الشيء.
اوكي حبيت كل زين. طيب اليوم شنو ممكن نستفاد منك اللي عروس 2022؟ هسا احنا قلنا الاشياء السمبل وهي التفاصيل، بالنسبه للبنوته اللي شعرها طويل، اني مثلا افضل دائما الجدوله الجنب بالمناسبات او الويت لوك مثلا يعني هاي تفاصيل حلوه، فشنو ممكن اليوم اشياء انضافت جديده؟ بقى هي مساله الابتكار ومساله التكنيك، ما يعتمد بس علي يعني. تمام. اكو خليه كامله، خليه هي الاتحاد العالمي للتزيين. حلو. يكون ملتقى بي سنوي، هذا الملتقى السنوي يكون مبتكر بي، يكون مصمم. حلو. مثل الفستان، شلون هسه مصمم عصام. نعم. هذا البدله من تصميم حبيت عصام. عنده ملتقى بأزمير يكون بي كل المصممين، كل واحد يخلي فد بصمه. اكيد له تاتش خاص معين. فاحنا خلال الملتقيات ممكن مني بصمه، ممكن استفاد من غيري بصمه، نطلع بالنهايه في شيء حلو. حلو. هسه مثل ما تشوفين راح اخلي بس التاج راح تتغير بعد. تصير لمسه مختلفه. كلش خفيفه. حبيت. طلعت مثل الاميره. عن جد لايك برنسس. اي. حبيت. طيب هاي بالنسبه اوريدي يعني التفاصيل الاكسسوارز اللي ممكن تنضاف على التسريحه هي اوريدي تضيف لها. طبعا بدي اسوي لها جماليه معينه. طبعا الشكل لها تسريحه، دوره الشكل لها تسريحه. حلو. المناسبه لها تسريحه. ممكن هي مو يعني معزومه ما تصير تسوي تسريحه مثل ما العروسه. لا طبعا اكيد يعني الميك اب هم يعني يعتمد يخليك شلون تختارين شكل التسريحه. صحيح. طبعا يعني انا كلش اهتم بهاي الاشياء، انه احنا ممكن نهتم بتسريحات الشعر وتفاصيل الشعر، بس العنايه مثل ما قلت كلش مهمة وكلش مطلوبة. العفو العناية تبدي من غسل الشعر. لازم تختار الشامبو اللي يعوني بشعرها، الكونديشنر، الماسك، السيروم. مثلا إذا شعر دهني اكو شعر خاص، العفو شامبو خاص للشعر الدهني. صحيح. وبكل أفرعه. إضافة إلى طريقة الغسل. اوكي. يعني أنا بناتي جولي شعرهم هم طالعين من حمام ومعرس الشعر. اوكي يعني متشابك. اي مشابك. تمام. يعني معرس، وتجي مشكله وتبكي بالمركز هنا بالصالون وتقول هيك صار بشعري. هو الخطا صار باختيار نوع اختار شامبو اضافه الى طريقه التفركه. اوكي طريقه الغسل الشعر. لا الفرك بالمنشفه. اوكي. مين فرك لازم ينسحب، من بعدها تحط السيروم، من بعدها تمشط الشعر، اخر شيء تمشطه. حلو. يعني طريقة التمشيط بعد الغسل هي يعني المفروض الشامبو والماسك والكونديشنر والسيروم، وبعدين تمشيطه وتنشفه، وبعدين هم تخليه سيروم. هاي كلش يعني ملاحظة جدا مهمة. هاي تفاصيل البنات لازم عن جد يتبعوها وينتبهون عليها، من ناحية الشامبو، من ناحية التنشيف، وناحية التمشيط. هاي أمور كلش مهمة. باي ذا واي أنا كلش عجبتني التسريحة. أنا شعري قصير بالحقيقة، سو إذا فكرت حبيت إني فيديو. هذا من خلال ملتقيات احنا التقينا، مو باصحاب المصانع اللي تصنع الشامبو، احنا التقينا باصحاب الخبراء اللي صنعوا الشامبو. اكيد اليوم من مقابلتنا وياك وصلت فكره ان شاء الله تكون كافيه لكل بنوته تشاهدنا، فثانك يو كلش هوايه جهاد على المقابله وبنفس الوقت على التسريحه الحلوه، حبيتها ثانك يو. كلش ذوق يعني. كلش ذوق. شكرا ان المودل مالتنا حلوه جميله. ثانك يو. ثانك يو. شكرا لكم. شكرا. ويا الموضه دائما الاشياء والنصائح مختلفه، فاستفادوا من النصائح هالمره. تفاصيل البيوتي ابدا ما تخلص، اما هسه فوصلنا لنهايه حلقتنا لهذا الاسبوع، ان شاء الله تكونون استفادتوا واستمتعتوا بكل الاشياء اللي قدمناها لكم، نشوفكم الاسبوع القادم بحلقه جديده وضيوف جديدين، باي باي.